بدي ابني حالي يا اخي، انا بدي ابني حالي، انا بدي ابني حالي. لك انا من اول ما هدوا الحاره وعم يخطر لي سؤال انه ليش العالم بس تخاف بتصير تعدي بعضها؟ ها؟ يمكن مشان ما يحسوا بالذل لحاله. هذا بيعدي هاد وهذا بيعدي ابنه وهذا بيعدي جاره، وبالاخر كلنا بنصير نحكي مثل بعضنا. انتوا ليش خايفين؟ انا بدي اتبهدل. انتوا ليش خايفين حدا يفهمني؟ انا بدي روح فيها. انتوا شو مخوفكم؟ انا ماني خايف، مع اني مثلكم، ها؟ راس وعيون وبمشي على تنتين تماما مثلكم، يعني مو شي تاني، بس ماني خايف ولا رح خاف ولا في شي بيخوفني. انا ماني خايف. يمكن أنا أكثر واحد بخاف فيكم، بس الواحد يموت أحسن ما يقعد يستنى الموت. لك الله وكيلكم، المشكلة مو أبو حسام، المشكلة نحن بكرة بس نكبر كلنا رح نصير أبو حسام. رح تضلوا خايفين. أنا ما رح خاف. أنا رح ضل هون ورح نام هون وماني خايف من شيء وبحفظ سربايتي. بس هذا اسمه تهور يا أبو الزين. يعني شو رح تستفيد إذا إجت الشرطة واخذتك ورجعوا سكروا البيت؟ والله مزبوط. يعني بياخذوك بدكوك بالسجن وبيرجعوا بيحطوا لقفل على البيت، شو بكون انسبلت أنا؟ يعني تي 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 مثل ما رحتي مثل ما جيتي. يا جماعة والله هذا جنان، هذا اسمه جنان. روقنا يا أبو حسام. أخي ما بدي روقة، ما بصير تعمل هيك. كيف بتكسر قفل الدولة؟ ولك استشيرني، خذ رأيي وأنا جاي أنا وياك لهون، أما تعمل لي بطل وتكسر القفل وبعدين بتطلع واحد أحمق. أحمق؟ إيه أحمق أحمق. خليل هات بمعيتك أعطينا من عندك طراحة ومخدة. يا أبو الزين والله مو صح هيك. اخي انا طالب من عندك طراحة ومخدة، تعطيني اياهم ولا لا؟ بتعرف اني بعطيك عيوني. معناها خلاص. والله من خوفي عليك عم احكي هيك. اخي ما حدا يجيب سيرة الخوف قدامي. ابوس ايديكم، لا عاد حدا قدامي يجيب سيرة الخوف. طالبين منك غرضين يا اخي خليل، تعطيني اياهم ولا لا؟ خلاص تكرم على عيني وراسي. حجيب لك مخدة وطراحة. ايه. طيب. هات لشوف. احكي لي شو بتعرف عن الانسان الاحمر؟ غريب وضعك يا ابو الزين. لإمتى بدك تضل شايل السلم بالعرض وماشي؟ ومشان شو؟ مشان مين؟ لا عم، يا حياتي ما تحمست لشغلة بتخصني، على طول شايل مشاكل الناس أكتر منهم. لا وبالآخر بطلع بسواد الوش وببهدلة. مجنون إلك أمو مجنون، بدك تصلح الكون كله وتوقف مع المظلومين. طيب وانت عنك مظلوم مثلك مثلهم، ولازم توقف مع حالك شي مرة. وهلا فت بقصة جديدة، ما بعرف لوين بدها توديك. نعم حبيبي.
روحي تحب الله رجع على البيت، ما هي حلوه هيك؟ ابوس روحك. لك انا هربت منك، هربت من خلقتك، هربت من جلاءتك وسماكة دمك، فيك تحلي عني بقى؟ هلا وبا بيطلع لك حق علي، الله يلعن هالعيشة. لو اتجوزت بكري ابن خالتي كان هلا عندي معمل الباسات داخلية. ايش علي؟ ايش علي يا ابو زين؟ بس بحبه، والله بحبه. لك ناقصني انا، يا الله ناقصني، ناقصني قلة حال. طاعتك ما اشحشك. انا كثير خايفة على ابو زين. والله وانا خايف عليه. شو ابو زين هاد؟ بحياتي ما شفت رجال مثله. لو تشوفي اليوم والله بيصعب على الكافر، مقهور أكتر مني. شهم، شهم الزلمة. لك شو شهم؟ بحياتي ما شفت واحد مثله، قلبه لله وبيحب الناس. ليكي الكويسين على طول بينداسوا. والله معك حق. بس والله اليوم طير لي حالي. كيف عمل هيك وكسر القفل؟ كيف؟ لأنه رجال. شو قصدك ولا؟ والله مو قصدي شيء، أنت سألتني وأنا جاوبتك. كأنك عم تلمحي إنه أنا مو رجال. لا والله ما عم بلمي على شيء، بس كأنه أنت بدك تخانق. ولك ما بدي خانق، أبو الزين طول عمره مجنون، إلا إذا بتسمي جنان رجولة، كنا لقينا العصفورية مليانة رجال. أنت بتعرف إنه أبو الزين مو هيك. يا ستي هيك ونص. واحد بياع فلافل حقه فرنجين ومرته راكبته. شو يعني إنه كسر القفل يعني؟ بتجي الشرطة بتشحطه مثل الكلب. ليش أنا ما فيني أنا فيني أضربه الضربة للقفل جيبه 100 شقفة. من شان هيك عيب عليك تتغزلي فيه قدامي، ولك أقل شيء قولي إنه جوزي قاعد. أبو حسام، معقول نضل عايشين بهالبيت هون بدون مي وكهرباء؟ شو بنساوي؟ هيك الله كاتب لنا. الفقير شو بيعمل بحاله يعني؟ بينزل يوم بيدعي لله، بينزل يوم بيدعي لله لحتى يصل للجورة. مزبوط مزبوط. واثقة من حالك كثير ما شاء الله عنك. ولك مو عيب عليكي ست مقدرة مثلك بتغازل واحد قد ولادها؟ ولك ما عاد في حياة طق شرش الحياة؟ يا عيب الشوم عليكي قدامي قدام جوزها. ولك إذا ما بدك تحترميني احترمي شيبتك على الأقل. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. سمعانك ها؟ تخيلك شو صاير له. لا إلا الله. يلا افتح فاروق. يلا اهلين ابو زين. جمع على خير ان شاء الله. شو القصه؟ والله شوفت عينك عم بشحر ودقيت بابك. بشحر؟ اي والله، اي والله هيك الدنيا يا فاروق عم بشحر. بقى اذا ابو زين بيستاهل عندك اعطينا من مال الله. شو عم تحكي يا ابو زين؟ فهمني شو القصه. والله العظيم مثل ما عم قلك، قسما بشرفي وقدام كل الاوادم ما عم بحكي غير الصدق. انا عم نادي لله يا محسنين وعم بستنى هالاوادم تشحدني. بقى بتجبر بخاطري بتشحدني ولا بتقلعني؟ لا يا ابو زين تكرم عينك، بس فاجأتني. لا لا تفاجأ، ناس لبعضها يا فاروق، وانا واقف مع الاوادم اللي ما كسروا شقامتي قدام بابك. تكرم عينك ابو زين، اللي قديش بدك لاعطيه؟ ربع ورقه. قديش؟ مثل ما عم قلك ربع ورقه وب 200 ليره نخوه. أبو الزين فهمني شو اللي صار. يا فاروق أنا قصة ما قصدي، كل الناس صارت تعرفها. أنا طول عمري عايش بحالي وبحب الناس ومستور بعين الله علي وبغار على أهل حارتي. في واحد اليوم منهم بورطة وما في حل إني ساعده غير إني شحد له شوية نخوة من أهل الحارة، لأنه معلومك يا فاروق مو بس المصاري بتنشحد. وشو المطلوب مني؟ توقف معنا. كيف؟ بدنا نروح كلياتنا نعمل استعصاء ببيت أبو حسام. ما رح نطلع من هنيك لو مين ما اجا ولو شو ما صار. هيك بتكون حميتوني من اني اتبهدل، واذا كنا ايد وحده عن جد بنخليهم يرجعوا لبيته لابو حسام. كفاروق والله ما بنصفني كل هالقد يا رجل. اذا ابو الزين غالي عندك هو الاوادم اللي طلعوا معه على الموت، بتبدل ثيابك وبتوقف معنا. يلا فاروق بدنا اياك معنا، واللي بصير عليك بصير علينا. نجتمع سوا. تخيل كل اهل الحاره قاعدين ببيت واحد. اي والله يصير شيء بحياتنا ما رح ننساه حتى لو انوجعنا. لعيونك ابو زين
رح البس ثيابي جاي معهم. لك الله محيي اصلا. الله محيي اصلا يا فاروق. طول دقيقة اكون وراك. بدنا نكون سوا. لعيونها لازم اكون كتار. الله حيو. الله حيو يا فاروق. شربوا شربوا. يلا حسان معيدة يسلم اليدين يا ابو السيد. حسان هون تفضل شباب. بيصير اول مره نطلع له هلا. عم نقول كل واحد مره. لا لا حسان تحرقني اوعى. لا تخاف هون ابو حسان هون. الله يعطيك مره مره. صدقوا يا جماعه انا يمكن ما في محل حلو بالبلد ما زرته. شو بدكم؟ بحر، شلال، خضار، سهل، جبل، بس وحياة اللي خلقني، وحياة اللي خلقني أحلى من هذا المنظر اللي شايفه قدامي بحياتي ما شفت. إيه والله جمعتنا حلوة والله يبارك بهالجمعة. مو بس جمعتنا هيك، وقت نكون قراب من بعض وقلبنا على بعض مدري شلون هيك الدنيا بتحلى بعينها. طيب والله يا ابو زيد ولا ابو زيد هذا بيت اللي خلفك يا مالك للعالم هون. تونا تونا كاسايل حسام. اهلين يا حسام. بلا اهلين بلا سهلين. لعم يضربه ولك هذا وهذا ابو حسان شوفه ولك هذا ابو حسان في مشكله بيني وبينه. كيف بتفوتوا على بيتي بدون ما تاخذ اذني؟ كيف؟ لا يا ابو حسام هذا ابو حسان زلمه اصلي. لا بلا اصلي بلا بطيخ. عملت لي رجال وطلعت لي عضلاتك مشان تعمل بيتي مضافه. بكره بجيب لاقي الرقص والطاج ومدري شو شغاله. ابو حسام هدول اهلنا وناسنا جايين يوقفوا معنا شبنا. بلا يوقفوا بلا بطيخ. كشفت انكشفت وانكشفت مخططاتك بدك تحتل البيت ما ولك هيك اللي بيأمن فيك على رزقه الله لا يوفق. وعم تضيف لي الناس قهوه وشاي صفعان. انا قاعد لك على بنك انت وهالبقر هدول تبعك. حسام الشباب جايين يعملوا استعصاء بالبيت شبنا. ايوه ايه انا فيك مو مخلص جايين ياتوا بالبيت كمان هدول الله لا قوموا لا قوم انت ويا لبرا قوم لا تضرب منك الو. ابو حسام حاج بقى لا تضوج. الشباب جايين يعملوا استعصاء مشان الشرطه ما تقدر تعمل معنا شيء ومشان رجعوا لك البيت لاسمك. اخي ابو زين احنا ليه ما تعطيهم؟ والله الله يفرجها يا ابو محمد. شو مليت؟ لا ما مليت بس تذكرت انه عندي لازمه اهم من هي اللازمه اللي احنا فيها. ابو زين ابن اخي صار له يومين طالع من السجن مو مزبوطه ما اروح بارك عنده. ايوه يعني بدك تروح وتتركنا؟ لا تاكل هم بس خلص الواجب برجع رحم. على اذنكم. اذنك معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك. شو ابو جميل؟ انت كمان ما عندك لازمه؟ اختك مو طلع المستشفى لازم تشق عليه اليوم ضروري. الله عليك يا ابو زين شو دمك خفيف. لا والله ما في شيء. يعني بس انا بدي انزل اجيب الدواء للولد الصغير. ان شاء الله ما تطول. برجع دغري. او انا ابو سيدي السلام عليكم. الله معك. ما تاخر انا برجع. الله معك. الله معك. خايف خايف. تاك وتريك المجنون بحاله. لك يا ابو الزين شو راح تستفيد اذا عملت هيك؟ فهمني بس. مو شغلك. ما عم بعمل هيك مشان استفيد، عم بعمل هيك مشان اخسر. اساسا صار لي 40 سنه بسال حالي شو راح استفيد؟ ما استفدت شيء، هلا بدي اعكسها، بدي اسال حالي شو راح اخسر؟ ام وحياة اللي خلق طلع معي ما بخسر شيء. لك يا ابو الزين والله ما بيجوز من الله، قطعت قلبنا من الصبح. اسف، دخيل رجليكم انا اسف من مقامكم، لا تاخذوني على قد المنام تبعكم، بس انا اجدب شو بعمل؟ هيك اجى على بالي جرب اني موت، فطلعت مشان موت. حاجة محسوبة علي عيشة. وينكن؟ أمانة برقبتكن. ما بدي حدا يزعل علي. بالعكس بكوا ورقصوا وفرحوا وضيفوا حلو كمان على موتي. ناقصكن فرح لأنه لك يا أبو الزين أنت شو عم تحكي؟ اللي شو عم تحكي؟ أخي عم بحكي مثل ما سمعت. ما بدي حدا يزعل. بدي نظرات شماتة. بدي تسبوني. بدي تقولي شو هالمجنون اللي شنح حاله. شو هالجحش. كلمة آدمي ما عاد بدي اسمعها. بدي اسمع شيء جديد. حق يا اخي جرب شيء جديد. شان الله يا امه كرمالي والله نحن بنحبك. خلص الزين ما حد
شو وسطه؟ هذا الشاب اللي خلع الباب اللي سكرته الدولة. شو اسمه؟ أبو زين. شو هذا اللي عامله يا أبو زين؟ والله مثل ما لك شايف عامل سيران. تحكي مثل العالم مع سيارة العقيد ولك؟ ولك اللي يخلي عنيك ولا عقيد عليك مو علي. لك اتركه يا ابني اتركه يا ابو زين. هيك ما بتنحل الامور. انت غلطت غلطت ولازم تتحمل نتيجه غلطك مو تهرب. اهرب؟ هل هيك انت شايفني يا سياده العقيد؟ اصحى اصحى. ليكني فاتح لك صدري وعمل لك قوس بعدين بدي اشنو حاله قدام الناس كلها ما بيكون بده يهرب. واذا مفكرني عامل مسرحيه هون بتكون غلطان. ما كان قصدي اني ضايقك بس انا قلت هيك لانك انت خالفت القانون وكسرت الباب يلي نحن شمعناه. ولك انتوا اللي خالفتوا القانون مو انا. هذا اللي بدكم تهدوا له بيته وهو زلمه مستور وماشي جنب الحيط بدكم تعوضوه لانه يا سياده العقيد وقت بتزتوه بالشارع ما بتكونوا عم تخالفوا القانون بس بتكونوا عم تقتلوه للقانون. طيب مثل ما بدك سيادة العقيد. الله يخليك. ها لا تاخذني على حد علي. انا ماني سكران ولاني مهلوس ولاني محبحب بس انت حط حالك محله قول لي شو كان فيك تعمل. والله عم تحكي مضبوط. انزين لنفهم القصه. يعني تعال عندي ابو حسام انهد بيته مثل ما انهدت بيوت كل اهل الحاره اللي شايفهم قدامك. ونائب المحافظ بجلال قدره وقت اجى لهون تزاول من ابو حسام. ليش؟ لانه ابو حسام ما رضي يركع له ويصلي له عم تزاول منه وعمل فيها الفصل الناقص. وشو بالآخر؟ انزلت الزلمة بالشارع. انزل اللي عندي ووعد شرف مني تساعد أنا وياك بحل الموضوع. يا سيادة العقيد الله يخلي لي إياك سنانة من هذا الحكي كتير وكل شي بيضل مثل ما هو. أنا لا بدي منك لا وعد ولا شي. أنا بس بدي ينال إنه في واحد اسمه أبو الزين عنده شوية ناموس ما هان عليه إنه ابن بلده ينزت بالشوارع هو متكتف واقف عم يتفرج عليه. لحظة لحظة شوي يا أبو الزين أرجوك لا تتصور. أنا رح أعمل تليفون صغير وأرجع لك فورا. لك حاجة تصور حاجة تصور يا زلمي. أبو الزين إيش يا زلمي؟ عم بستناه عم بستناه. شو بيطلع معه وأنا حاضر؟ شو يا أبو الزين؟ أبو حسام ولا كلمة. ها ماني متحمل حالي. شو مو متحمل حالها؟ ولك حمار انت اللي عدت شلون حالك؟ ابو حسام بلا ابو حسام بلا ابو حسام لعمه. ولك ما بدي غير عليك وعلى مرتك يا قديش. فكرك انه انا ما بقدر بشلون حالي؟ بدي اياه بطلع بعمل هيك بشلون حالي بس انا ما بعمل هيك لانه في عندي حال. خذوه من هون يا جماعه الخير احسن ما شلون حالي. ها ابو زين مشان الله هدي موجه عليك الله هدي. ابو حسام هدي شوي يا ابو زين. شيطان تعال تعال مجنون ولا مجنون؟ هيك اخي يستر على عرضك خلينا نطلع من هدا. والله ما عفا عليم الله ما في براسه ولا ذره عقل. والله مزبوط انه بده يسمع حاله. امنا وصدقنا. ليش هزيته وزبريته عامل لي اعراضه؟ ليش فوت على شي غرفه ذكر على حالك وشنو حالك؟ انا هيك بفهم. والله معك حق. ومشي حالك مشي. لا ما بدك تنتحر عم ينتحر على الساكت. لشو عامل لي هالعراضه؟ والله ما عم بفهم. انتحر على الساكت. الأمر خطير كتير سيدي. حسب تقديري سيدي الأمر بده مسايسة. هدي شوي يا أبو الزين. هاي سيادة العقيد عم يحكي لك مع مسؤول كبير. ليكني عم بستنى بس حاجة اللي سيادة العقيد وسيادة العميد شبعنا من الحكي. أنا إذا ما صار اللي براسي بدي زت حالي واشنق حالي من هون. مو إذا بتشنق حالك وبتموت. إذا بتموت عيلتك كلها ما رح خليك تنفذ بنا وما حدا بيلوي دراعنا مين ما كان يقول. فهمت؟ جيبوا له هالكلب. جيبوه جيبوه. ارجع مكانه. جاو ليش وقفته؟ سيدي الله يخليك ممكن حلها بدون ما يموت الرجال. بيموت؟ كلبه فطس حده 60 جهنم. هيروح حاله هالحيوان. سيدي أرجوك إنك تتروى شوي. خلينا نعطيه الأمان ممكن نحلها بدون أي خسائر. خسائر؟ ولك هدول عم بيكسروا كلمتنا. خليه يموت وين المشكلة؟ وبالناقص من حشرة. بس بتضل الحكمة بمعالجة الموضوع أحسن بدون أي مضاعفات. مضاعفات؟ ولك هدول بقر
إذا ما ربيناه ومسحنا فيه الأرض بكرة كل يوم والتاني بيطلع لنا واحد بيعمل فيها زلمة. تعوا لكم خليهم يجيبوني بقى. بتنحل بدون مشاكل ما رضيت. جنوا على حاله. إذا ما بخليهم يندموا على اللي عملوه ما بيكون اسمي عارف. عارف زلمة ما هيك؟ قولك زلمة ما هيك؟ مشاكل عارف؟ قولك زلمة ما هيك؟ قولك زلمة ما هيك؟ ما كنتوا عاشتوا على البلد. ممكن تسمعني لسه ما جبتوه.